تعالي اقولك اليوم عن تجربة من تجاربي مع كريم مونيو كورت. ده من الحاجات، انا كنت واحدة من الناس بعاني من حكة هرش، التهابات، احمرار، عدوى فطرية جديدة جامدة جدا، ودي حاجة طبعا من الحاجات اللي بيعاني منها كل الناس سواء كبار صغيرين كله. فبعض الاطباء نصحوني بكريم مونيو كورت، وده بصراحة يعني استعمالاته كتيرة جدا. اول حاجة ان هو مضاد للفطريات واسع المجال، تاني حاجة رائع في علاج حساسية الجلد. قبل ما اكمل لكم اكتر عن دواء استعماله الرائعة، عايزاكم الاول تشتركوا في القناة عشان تبقوا جزء كبير من عيلتنا والعيلة تكبر اكتر واكتر. تشتركوا في القناة طبعا، فضلا وليس امر، لايك للفيديو. طيب بالنسبة لدواء الاستخدامات الاخرى، ان هو يعني رائع في علاج التهابات الجلد اللي بيصاحبها الحكة والهرش والاحمرار الناتج عن الإصابة بعدوى فطرية. بيتم استخدامه لعلاج التهابات المناطق الحساسة اللي بتنتج من عدوى فطرية، بيعالج التهابات الفطرية بجميع أشكالها، فدي من الحاجات الهايلة. تقدروا تستعملوه في علاج التنياء اللي بتظهر حوالين الرقبة وفي الظهر وفي أماكن مختلفة. وطريقة استخدامه، بيتم وضعه مرتين يوميا على المناطق المصابة، بتختلف فترة العلاج طبعا من شخص لآخر وفقا للحالة الصحية. لذلك بيتم تحديد مدة العلاج بواسطة الطبيب المتخصص فقط، ومهم ان احنا نلتزم بالمدة العلاجية اللي بيحددها كاملة عشان ما يحدث تكرار العدوى مرة اخرى. من الافضل ان انت ما تستخدمهوش لمدة تتجاوز 7 ايام الا تحت اشراف طبيب عشان ما يحصلش منه اي اثار جانبية. بيتم استخدامه طبعا بكميات صغيرة على الاماكن العدوى فقط مرتين يوميا صباحا ومساء، ولكن يجب التوقف عن استخدامه في حالة ظهور اعراض الحساسية تجاه احد مكوناته. ما ينفعش نستخدمه على الجروح، وده لانه ممكن يبطئ من انتقام الجروح. ممكن يسبب استخدام مونيكورت كريم استخدامه فترة طويلة وعلى مساحات واسعة من الجلد حدوث بعض الاعراض الجانبية، ودي بتبقى حالات غير شائعة زي ترهل دائم بالجلد او نقص التصبغ، ظهور بعض علامات البيضة، دمور وترقق طبقات الجلد، وده بيؤدي الى حاجة تسمى بعلامات تمدد الجلد. فعشان كده افضل طبعا استعماله تحت اشراف طبيب معالج، لان احنا مش دكاترة ولكن بنجتهد عشان اوصل لكم المعلومات. في حالة نسيان تناول الجرعة في ميعادها المحدد، اول ما تفتكري على طول حاولي تستخدميها، بس حاولي يعني ما تعوضيش الجرعة اللي فاتتك ان انت تضاعفي الكمية عشان ما يحصلش منه اي اثار جانبية. وطبعا للناس اللي بتستخدم كميات كبيرة او بتستخدمه جرعات زيادة، جماعة الكلام ده كله مش هيساعدك في التعافي بشكل اسرع. فعشان كده حاولي ان انت تلتزمي بالجرعات اللي حددها لك الطبيب المختص دون زيادة او نقصان. سعره رخيص جدا، يعني حوالي 7 جنيه مصري. طبعا الاسعار دلوقتي اتغيرت، فلو حد فيكم اشتري ياريت يكتب لنا سعره الجديد، وكمان يكتب لنا تجربته معاه.